انا يا ضروري قبل ما نمشي في حالي لا ضروري خصني نطلع معايا شويه البيجامات شي 5 و 6 البيجامات لقيت هادو زوين الصراحه هذا في الزراق في الخضار كاين عندهم بزاف ديال الديكورات عجبوني هادو ها شوف حسي مالك هنايا تبارك الله كاين الخر موجود هنايا في طنجة شنو هاد اللون ها زوين لا في الكري حتى هذا الكري زوين هادو عندي تاخذ هذا حتى هي كبيرة نفس الطاية ديال هذيك شحال فيها الطاية هذيك 4 XL ها كبارين تبارك الله كبارين انا كيعجبني هذا اوكي هذيك راه هي الثمن ديالهم هذو باقي ما باقي كاع ما سولت شحال الثمن ديالهم اختي هذو هذا 160 درهم واخا الثمن ديالهم 140 كيبقاو 140 زوينين ايه طوالين قلت لي لاقيتي شي حاجه زوينه هذو فيهم دو بياس هادو سخونين شويه ولكن ما تديش بحالي عاود هي رقيقة ايوا صافي ما تديش هادو كبيرة هادي كبيرة هادي هادي كبيرة صافي هادشي اللي عندهم لي كولور هادشي اللي بقى عندهم لا راه هما هما اه عندهم في الماغو عندهم كاين هاد المارو هذا واش تبغيهم ولا لا ولا باغيهم مشدودين خاصك هادو فيهم صدايق هادو فيهم السروال ولو ديالهم وكلها مفتوحين بحال البيجامات مفتوحين كلها بحال تاع الرجال صراحة زوينين قلت لك تخليهم هنا 140 ولا دينا جوج تخليهم 130 عافاك صح مسلكينش تو جوج لا ما مسلكينش تبارك الله خلينا هنايا شنو رأيك؟ نوموف مزيان ها نوموف مزيان الخضر زوين صراحة شحال هادو الثمن ديالهم؟ هادو 150 فين ودوك؟ شنو هادو 150 140 درهم ماشي مشكل 130 هادو واحدين صافي غتاخذ هادي هادو اللي عندو المهم هنايا ديما كنجيو فين لي غروسيست تبارك الله على ما كتقلب كتبقى هنايا اللي ما كذا كاين كسرات ولكن حنا كيعجبنا نجيو لهنايا الصراحه كنلقاو اللي كتقلب عليه كتلقاه يعني حتى في لي طاي اي طاي كاين موجوده